هذا كل ما لدينا. كابتن حازم كلمتك الأخيرة. حبيبي يا كابتن بشكر حضرتك. موسم طويل جدا وموسم صعب جدا وموسم أعتقد إن شاء الله ما يتكررش تاني بإذن الله، يعني زمن الكورة ما يتكررش تاني. إن شاء الله الموسم الجاي يكون أحسن، منظم أكتر، المنافسة تكون أحسن. مبروك للنادي الأهلي، يستحق الدوري السنة دي عن جدارة واستحقاق، نهاية من نص الدور الأول تقريبا. مبروك للفرق كلها اللي حاولت، مبروك لمصر، الزمالك والأهلي بيوصلوا فاينل أفريقيا. يتمناها إن شاء الله مباراة في الملعب فقط، الأحسن يكسب واللي ما يكسبش يعني هو فرقة كبيرة برضه إنه يوصل فاينل. يعني عايزين يبقى فيه هدوء وكل واحد يشجع فرقته إن شاء الله في باحترام وحب وتقدير والطموح وكل حاجة عملها لفرقتك، ولكن في حدود. والزمالك ممكن يقف على شخص واحد؟ لا، الزمالك موجود، احنا داخلين في 110 115 سنه دلوقتي، احنا 1911 موجودين، يعني كلنا بطلنا والزمالك شغال، فمفيش حاجه هتفضل. ان شاء الله الزمالك هيفضل موجود، وان شاء الله يعني انا عارف كنت اثنين اهلي، بس ان شاء الله الزمالك ياخد بطوله باذن الله. احنا بنحبك يا حازم قوي الا في النقطه دي. يعني لحد النقطه دي يعني سيدنا عزمك في كل الدنيا. خدت الدوري السنه دي وخدته السنه اللي فاتت، ده افريقيا بالنسبه لنا حبيبنا يا زومه والله حبيبك.